عزيزي المضرب، عزيزتي المضربة، عاملين إيه يا شوية معقدين؟ معقدين ليه؟ ومكلكعين ليه؟ أيوة معقدين. أي واحد مضرب عن الجواز أنا بسميه معقد، وأي واحدة هسميها ست الهوانم المعقدة. إيه رأيك يا ست الكل وإنتي نايمة في سريرك براحتك وإنتي مضربة واخدة مخدة في حضنك؟ بقى المخدة ولا الراجل جنبك بيشخر ومال الدنيا هيصة بس حاسة جنبه بالأمان؟ المخدة؟ فشلت إن أنا أقنعها. طب إنت إيه رأيك وإنت واخد حريتك كاملة ومبسوط وسعيد بس لما تعيا ما تلاقيش حد يديك إزازة مية؟ رد عليا بعدين عشان ده موضوع كبير وهنتكلم فيه كتير قوي. على فكرة يا جماعة، إنك تبعد عن العلاقات وتقول أنا معقد ومش عايز أرتبط، هي دي من برة لذيذة ومريحة. دايماً يقولك إيه؟ الوحدة مريحة بس صعبة، صعبة، ما بتحسش بيها وإنت في سنك وصغير، بتحس بيها قدام. طيب مش عايزين نخش في الحتة دي كتير، خلينا نشوف أسباب العقد والكلاكيع إيه. أسباب العقد والكلاكيع يا جماعة من الصغر، عندنا كلكيعة وفي وسط الحياة عندنا كلكيعة ولما نكبر عندنا كلكيعة. من الصغر التربية الغلط، التربية الفاشلة، الأم اللي تكره الولاد في أبوهم وتقول لهم ده نموذج سيء، فالولد يطلع بيكره أبوه ما بيحبوش من كتر ما سمع ومن كتر ممكن ما يكون شافه بيزعق لأمه، ومن هنا بيجي اختلال الهوية الجنسية. اختلال الهوية الجنسية، أنا مش هتكسف وهتكلم بصراحة ولازم نواجه مشاكلنا دايما بصراحة. اختلال الهوية الجنسية عند الراجل والست أهم أسبابها التنشئة الغلط. الأطفال وهم صغيرين عاملين زي الزهور والبذور، بيشوفوا دايما كل حاجة وبيتأثروا بيها. لو شافوا أب قاسي يطلعوا بيكرهوا الأبهات، لو شافوا أم بتقل أدبها على أبوهم وست مش كويسة بيطلعوا بيكرهوا الستات. عشان كده دي العقبة الأولانية. تعالوا نشوف العقبة التانية. العقبة التانية اللي بتأدي لموضوع إنك تبعد عن أي علاقات، إنك تكون مريت بتجربة فرمتك في حياتك. التجربة دي يا جماعة أنت بتكون عايش فيها بكل أحاسيسك وجوارحك، بتسيطر عليك، بتفكر فيها ليل ونهار، وأول ما تخرج منها وتحس إن أنت خفت تقول لا 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 أنا مش عايز أتلسع تاني، أنا مش عايز أتلسع تاني، أنا هكمل حياتي بقلبي لوحدي مبسوط وسعيد. ناخد السبب التالت. السبب التالت بقى قعدة القهوة وقعدة الكافيه وقعدات الساونا. تلاقوا ناس كتيرة بتقفل من الجواز ومن الارتباط لمجرد حكايات وقصص سمعوها من ناس قاعدين بيشيشوا، أو ناس قاعدين بيدعكوا ظهرهم بالصابون، أو واحدة ست قاعدة بتحكي قد إيه هي اتعذبت. يبقى العدوى المجتمعية هي السبب التالت. طيب نصيحة سعيد في برنامج أنا سعيد، لو هتخشي أي علاقة ما تديهاش أكتر من 25% من مساحة دماغك، الربع. لو هتخش في علاقة ما تديش أكتر من ربع. عارفين ليه؟ عشان لو مشي أو مشت ياخدوا ربع دماغك فقط لغير. اوعى تضحي بدماغك، اوعى تضحي بدماغك، ما تخليش العلاقة تفرشح في دماغك وتفرش. جملة انت كل حياتي وانت كل حياتي دي بتأدي للموت، لأن حياتك لو راحت إيه اللي هيبقى لك في دنيتك؟ هتعيش مجنون، هتعيش لاسع، هتعيش فاقد الثقة في كل اللي حواليك وهتكره نفسك.